الحمد لله، الحمد لله القائل في محكم التنزيل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنعم على عباده بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، فلا نستطيع شكر نعم الله جل وعلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فعلم الناس الخير، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الأمانة والرسالة وأدى الواجب عليه الصلاة والسلام، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، نبارك للإخوة جميعا بلوغ شهر رمضان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يوفقنا فيه لعمل الطاعات، إنه أكرم مسؤول. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان فيه فضائل عظيمة لا تخفى عليكم، ولكن من المسائل المهمة جدا، وهي تخص كل واحد منا بلا استثناء، ما يتعلق بفرصة التوبة إلى الله في هذا الشهر. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع يحتاج إلى انتباه. ما أعظم هذا الشهر الكريم إذا استفاد منه المسلم واستثمره في التوبة. التوبة إلى الله أيها الإخوة، التوبة الصادقة، التوبة النصوح، هي وظيفة العمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة. يتوب من ماذا؟ اسأل نفسك يا أخي المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد البشر المعصوم، يتوب من ماذا؟ ثم اسأل نفسك أنت، عن ماذا ستتوب؟ هل أحصيت ذنوبك وأخطائك؟ هل أحصيت تفريطك في جنب الله؟ يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيها الإخوة الكرام، إن من المسائل الخطيرة أن يشعر المسلم أنه ليس بحاجة إلى التوبة. هنا مكمن الخطر، وهنا انتصار الشيطان على الإنسان. فيسأل نفسه: أتوب من ماذا؟ أنا أصلي، أنا أحسن من غيري، كثير من الناس فيهم وفيهم وفيهم، وكأنه يقول: أنا. بعض الناس يتبادر إلى ذهنه أن التوبة تخص بعض المعاصي المستهجنة كشرب الخمر والمخدرات وما شابه ذلك. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم أن التوبة تتناول أشياء كثيرة جدا، ويجب علينا أن نسارع أيها الإخوة بلا تردد في الإقبال على الله بالتوبة في هذا الشهر الكريم. فعلى سبيل المثال، من أعظم ما يجب التوبة من ما يتعلق أيها الإخوة بأصل هذا الدين والهدف الذي من أجله خلقنا، المادة الأساسية في حياتنا، إنه التوحيد. التوحيد أيها الإخوة هو ما يضاده. هل نحن بالفعل نحقق التوحيد؟ هل حققنا لا إله إلا الله بشروطها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. من منا يقول إنه يقولها صادقا محققا شروطها؟
هل نحن مخلصون أيها الإخوة؟ من منا لا يرى في نفسه أحيانا رياء أو سمعة؟ هل كل أعمالنا خالصة لوجه الله؟ التوبة أيها الإخوة من الرياء، التوبة من التوكل على غير الله، التوبة من تفويض الأمور للخلق وترك التفويض لله تبارك وتعالى. أمور كثيرة جدا، بعض المسلمين يتساهلون في السحر ويتساهلون في أمور تتعلق بالكهانة وهي قضايا تمس التوحيد. بعض المسلمين يحلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. مسائل كثيرة جدا، بعض الناس ألفاظهم فيها تجني على الذات الإلهية، وفيها أحيانا تجني على الدين الإسلامي. هذه قضايا تتعلق بصيانة التوحيد. التوحيد هو رأس المال أيها الإخوة. من حافظ على هذا الأصل العظيم جاء سالما يوم القيامة. لا يوجد قلب سليم إلا إذا كان التوحيد فيه خالصا لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، مسائل التوحيد وما يتعلق به كثيرة جدا، ولكن هذه بعض التنبيهات. ثم بعد ذلك الأصل الثاني والركن الثاني من أركان هذا الدين، الصلاة. الصلاة أيها الإخوة، كم نحن بحاجة إلى أن نتوب عن أمور كثيرة تتعلق بالصلاة، التوبة من تأخير الصلاة. كم من المسلمين لا يصلون، هذا إذا كانوا يصلون، ما يصلون أيها الإخوة إلا إذا استيقظ للدوام بعد طلوع الشمس بساعتين أو ثلاث أحيانا، ويصر على هذا ويقول لو استيقظت للفجر لا أستطيع أن أنام مرة أخرى فأستيقظ للدوام. يذهب الدوام وتذهب الوظيفة ويبقى معك أصل دينك. فالمسألة أيها الإخوة خطيرة. بعض المسلمين عنده تفريط عظيم جدا في الصلاة، هذا وقت التوبة وهذا محلها. بادر يا أخي المسلم، رمضان فيه إعانة كبيرة من الله لك. وكثير من الناس غيروا حياتهم في شهر رمضان، لأن الشياطين تصفد وإعانة الله تزيد، وبركات هذا الشهر لا يحصيها أحد. فانتبه يا أخي المسلم إلى نفسك. التوبة أيها الإخوة من تأخير الصلاة عن وقتها، التوبة من تركها أحيانا. بعض الناس تفوته بعض الصلوات لا يصليها، بعض الناس يجمع صلاتين أو ثلاث في وقت واحد بحجة أنه مشغول أو أنه في العمل أو ما شابه ذلك من هذه التفاهات. نعم تفاهات. إذا كنت أترك الصلاة التي هي الركن الثاني من الإسلام من أجل المال، من أجل الوظيفة، فتعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الريال، تعس عبد الدولار. انتبهوا أيها الإخوة إلى موضوع الصلاة. التوبة أيها الإخوة من التهاون فيها والكسل عن أدائها مع الجماعة. التوبة من أدائها نقرا كما يفعل كثير من الناس، يصلي الفريضة 4 ركعات في دقيقة أو دقيقة ونصف، يركع ركعات لا تعرف ماذا قرأ فيها. هل هو توقيع؟ هذه صلاة. أنت تقف بين يدي الله، من منا فكر أن يتوب من مثل هذه الأشياء؟ التوبة أيها الإخوة من التساهل في حضور الجماعة. بعض الناس بيته بجوار المسجد وتمر عليه صلوات كثيرة لا يصلي بدون عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وبعض السلف كان أشبه بالمشلول، يؤتى به يهادى بين الرجلين ثم يقول لا أستطيع أن أسمع حي على الصلاة ولا أستجيب. أين نحن اليوم ونحن في صحة وأمن وعافية، ثم بعد ذلك من أجل مسلسل أو من أجل تفاهة أو من أجل مباراة يترك بعض الناس هذه الصلاة العظيمة من أجل هذه، ثم يقول أتوب من ماذا؟ ماذا تريدون منا؟ نتوب من ماذا؟ نحن ما قصرنا. هذا لسان حال بعض الناس، وبعضهم لا يصرح ولكن هذا لسان حاله. التوبة أيها الإخوة من عدم الخشوع في الصلاة. أين أثر الصلاة في حياة الناس؟
يخرج الواحد من المسجد أحيانا وهو قد اعتدى على الآخرين، حتى في موقف سيارته اعتدى على الناس، ولو كلمه أحد لرد برد أقبح، ثم بعد ذلك يفعل أشياء خطيرة، يخرج سيجارته عند باب المسجد ويشعلها، مخالفات. أين أثر الصلاة؟ أين الخشوع؟ لا بد أن نتوب من هذه الأشياء أيها الإخوة قبل أن نلقى الله. هذا مفهوم التوبة الشامل الواسع. التوبة أيها الإخوة من وجوه التقصير في هذا الركن العظيم يحتاج إلى وقفات ووقفات. ثم بعد ذلك التوبة من الإخلال بركن الإسلام الثالث وهو الزكاة. الزكاة يا عبد الله، اسأل نفسك هل أديت الزكاة فيما مضى من عمرك؟ أنت اليوم في صحة وعافية، أنت اليوم حر تتصرف في مالك، فاستدرك يا عبد الله وتب قبل أن تلقى الله وأنت لم تؤدي الزكاة، أو لم تفعل إلا شيئا من الزكاة، لم تؤدي إلا بعض الزكاة. تذكر قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. على قدر ثروتك التي حرمت الفقراء منها والمحتاجين سيزيد العذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تذكر يا عبد الله أن جهلك بالأحكام لن يكون عذرا لك عند الله. بعض الناس يقول أنا ما أعرف بعض أحكام الزكاة، هذا ليس عذرا. تذكر أن إهمالك وكسلك وتهاونك في إحصاء ما لديك وإخراج الزكاة، كل ذلك ستسأل عنه، فتب إلى الله. قد تدعي أنك لا تثق في من تعطيهم، تب إلى الله من سوء الظن بالمسلمين، وتب إلى الله من هذا التقصير. قد تقول لا أعرف المستحقين، تب إلى الله من هذا الكلام، كل ذلك لن ينفعك عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، التوبة من التقصير في الركن الثالث من أركان الإسلام وهو صيام رمضان. ماذا عن صيامك في الأعوام السابقة؟ أنت اليوم في أول يوم من شهر رمضان هذا العام، منة من الله أن بلغك وأنت تعلم أن ممن تعرف أناسا قضوا في شهر شعبان هذا الماضي، ستعرف كثيرين ماتوا في هذا الشهر. ما أخبار رمضان؟ ما أخبار الصيام؟ هل أصلحت وضعك هذا العام وتبت إلى الله مما كنت تفعله في السابق حتى يكون هذا الشهر إن شاء الله مكفرا لما سبق؟ هل فكرت في هذا؟ التوبة أيها الإخوة من ترك الحج ركن من أركان الإسلام، وبعض الناس ما حج الفرض وهو في كل إجازة يذهب إلى أوروبا وإلى أقاصي آسيا وإلى أفريقيا، عنده مال وصحة وعافية ولا يحج، يبلغ 30 وبعضهم 40 ما حج. تب إلى الله، بادر من الآن، بيت النية أنك تحج هذا العام إن بلغك الله موسم الحج. ثم أيها الإخوة الكرام، التوبة من ترك الواجبات وما أكثرها، التوبة من عقوق الوالدين، التوبة من عدم الصلة، التوبة من عدم أداء الحقوق، حفظ الأمانات. كثير من الناس عنده أمانات في وظيفته في حياته، مضيع ولا أحد يسأله، ويظن أن الأمر لا يحتاج إلى توبة. التوبة أيها الإخوة من آفات اللسان وهي كثيرة. الصدق، بعض الناس ما يمر عليه يوم واحد إلا ولديه قاموس من الكذب. توب إلى الله، توب إلى الله قبل أن تلقاه. الغيبة أيها الإخوة ما أكثرها بيننا، آفات اللسان كثيرة. الصدق في التعامل مع الناس يحتاج والله إلى وقفة. التوبة أيها الإخوة من الكبائر وهي كثيرة كثيرة، بعضها من آفات اللسان، ومنها شرب الخمر والفواحش وأكل المال الحرام والرشوة والسرقة والاختلاس والغش والتدليس والبيوع المحرمة
التوبة من التدخين. كم عدد المسلمين الذين يدخنون؟ بالملايين. شهر رمضان فرصة، فرصة في النهار كله لا يدخن، فما المانع أن يستمر هذا الانقطاع؟ التوبة من أذية الناس في أعراضهم وفي حرماتهم. التوبة أيها الإخوة من أشياء كثيرة جدا، هذه بعض التنبيهات فقط. وكل واحد منا لو تأمل في أحواله سيجد أنه بحاجة عظيمة جدا إلى التوبة. أيها الإخوة الكرام، أرجع مرة أخرى فأنبه، إن مجرد الشعور أنك لست في حاجة إلى توبة، هذا الشعور تحتاج فيه إلى توبة. تب إلى الله من هذا الشعور، والقى الله عز وجل فقيرا منكسرا بين يديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا توبة نصوحة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الحمد لله القائل إنا من المجرمين منتقمون، والحمد لله القائل يوم نبطش البطشة الكبرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرح عليه الصلاة والسلام بهلاك أبي جهل، فرح واغتبط عليه الصلاة والسلام، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. كيف لا نفرح أيها الإخوة، كيف لا نفرح بهلاك زعماء العصابة في الشام، عليهم من الله ما يستحقونه. كيف لا نفرح بهلاك هؤلاء الطواغيت الذين أرانا الله تبارك وتعالى فيهم ما سمعتم ورأيتم قبل يومين. لا نقول إلا الحمد لله، الحمد لله، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يعجل بهلاك بقية العصابة النصيرية والشبيحة في بلاد الشام. اللهم إنا نسألك أن تعجل عقوبتهم في هذا الشهر الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، من منا لم يفرح؟ من منا لم يفرح وها نحن نرى بشائر النصر في بلاد الشام؟ أيها الإخوة الكرام، هذا شهر الدعاء، فخصوا إخوانكم في الشام بالدعاء، يعيشون حالة لا يعلمها إلا الله، والله لا يفرقون بين مدافع الإفطار ومدافع التي تأتيهم من هؤلاء المجرمين الظلمة، قصف لا يفرق بين بيت ومسجد ولا بين صغير وكبير. وأنتم ترون أيها الإخوة إنهم بأمس الحاجة إلى دعائنا. لا تنسوا إخوانكم أيها الإخوة في الدعاء، إنهم بحاجة إلى دعائنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل النصر عاجلا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، الشعب السوري المسلم السني ينادي منذ أكثر من سنة أو ما يقارب السنة والنصف، ويقول ما لنا غيرك إلا يا الله. يعني هذا معنى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هتفوا بها وهم لا زالوا يهتفون بها، انقطعت بهم السبل إلا حبل الله تبارك وتعالى. فها هم اليوم يرون النتيجة، من صبر ظفر، ومن قال ما لنا غيرك إلا الله فإن الله لا يتخلى عنه. ها نحن نرى بشائر النصر أيها الإخوة لهؤلاء الأبطال الرجال. والله لم نفهم بعض الأحاديث التي وردت في الشام إلا لما حصلت هذه الثورة المباركة العظيمة. كنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا نستوعب هذا الحديث. فرأينا أيها الإخوة أهل الشام، من هم أهل الشام؟ ما هذه البطولات؟ ما هذه الرجولة؟ ما هذه المروءة؟ والله أيها الإخوة إن كل واحد منا يتمنى أن يكون مثل هؤلاء. دمشق أيها الإخوة أرض البطولات، الذين جاهدوا وأخرجوا المحتل الفرنسي أبناؤهم وأحفادهم اليوم يطهرون الشام
تطهيرا من دنس ورجس الباطنيين الذين شاهد جميع المسلمين بلا استثناء حقدهم الدفين وكفرهم المستبين ونفاقهم الذي لم يعد خافيا على أحد. الله تبارك وتعالى أذن أن تتفكك الحلقات الباطنية ابتداء من بلاد الشام وما بعد الشام في الطريق بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، بعض الناس يحزن لما وقف الروس والصينيون بما يسمى بالفيتو في التصويت على بعض الأشياء المتعلقة بسوريا. والله لا نحزن، قد يكون هذا خيرا ونحن لا نعلم، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبتعد هؤلاء الغربيون، لا يدنسون هذه الثورة المباركة، هذه الثورة المباركة وهذا الجهاد، هذا الجهاد العظيم بأيدي متوضئة، هتافاتهم تسمعونها الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، عبارات توحيد. هذه الأشياء والمكتسبات لا نريد أن يسلبها زيد وعمر من هنا وها هنا، لا. أما الغرب الصليبيون ومن معهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدهم عن بلاد الشام. نحن نريد أن تكون بلاد الشام منطلقا لنصر الإسلام والمسلمين كما جاء في الأحاديث. أيها الإخوة الكرام، الأمة الإسلامية اليوم، الأمة الإسلامية، لا أقول السوريون ولا أهل الشام، الأمة الإسلامية اليوم تجاهد النفاق وتجاهد هذا المد الباطني الذي آذى المسلمين. والله والله أيها الإخوة، إن اليهود الصهاينة ما حصل منهم من الأذى للمسلمين مثل ما حصل من هؤلاء، وتأملوا واقرأوا حتى التاريخ، فإن شاء الله أنه حانت الساعة التي تبتدأ فيها انتصارات أهل السنة وإعادة مجد أهل السنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يجب علينا أيها الإخوة، كلنا يجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ونؤكد أن نتوب إلى الله من التقصير في نصرة الدين، نتوب إلى الله من التقصير في نصرة إخواننا. إن لنا إخوانا أيها الإخوة في كل مكان بحاجة إلينا، إخواننا في بورما أوضاعهم مأساوية، يذبحون مثل الشياه وتجمع جثثهم كالزبائن أكرمكم الله، لا لشيء، لم يحملوا سلاحا ولم يتفوهوا بكلمة، مشكلتهم أنهم يقولون أننا مسلمون لا إله إلا الله. إذن أيها الإخوة، الإسلام محارب، ومن يظن أن العالم سيعيش بسلام هذا جاهل، هذا واهم، هذا سخيف، لأن الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذا كلام الله. لا يمكن أن يترك المسلم ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد إخواننا في الشام نصرا، إنه على كل شيء قدير. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وألف بينهم، اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم النصيريين وأتباعهم، اللهم عليك بطواغيت الشام ومن أعانهم، اللهم عجل هلاكهم، اللهم عجل هلاكهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كن نصيرا وعونا لإخواننا في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان يؤذى فيه عبادك لأنهم يقولون لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم وفقنا فيه لعمل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، نعوذ بك يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.